يلا خلاص نبدأ، جاهزين الشباب؟ مريض عنده ضعف في عضلة القلب، بالإضافة إلى ذلك عنده انسدادات شديدة جداً جداً في شرايين القلب التاجية، وعنده عدم انتظام في ضربات القلب. الناس اللي عندهم عدم انتظام في ضربات القلب، بعض الأنواع من هذا العدم الانتظام بالإمكان أن أنت تعالج الكي. الكي إما أنه يكون عن طريق القسطرة، طبيب كهربة القلب يعمل قسطرة ويكوي الأماكن اللي هي مسببة عدم الانتظام، أو إذا إحنا بنسوي عملية للمريض ممكن أن إحنا نعمل الكي خلال العملية. خطورة العملية عالية، ليش؟ لأن هناك عوامل عديدة تزيد من خطورة العملية. الجزء الأول اللي هو درجة الانسدادات اللي موجودة عند المريض، عنده انسدادات شديدة جداً جداً جداً، مما يستدعي أن إحنا نحتاج أن نشتغل شغل كثير على الشرايين على أساس أنها صحيحة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عنده فشل في وظائف الكلى. النقطة الثالثة هي أن نحتاج أن نسوي أكثر من عملية. أنا مو بس بسوي زراعة شرايين بالإضافة إلى تصليح الشرايين، لا، بسوي أحتاج أن أعمل كي، أحتاج أن أعمل تصليح لأحد الصمامات. فكل ما زادت الخطوات وكل ما زادت الإجراءات المختلفة اللي راح نسويها خلال العملية، كل ما زادت فترة العملية، وكل ما أحتاج المريض أن يظل على المضخة الصناعية لفترة أطول، مما يزيد من خطورة العملية. Good. الحمد لله. Good. الحمد لله. Much better. Thank you so much. Thank you. Thank you. لأنك كنت غبت 10 أيام عن الدوام، يمكن أول مرة أغيب لأني مريض، وما غبت إلا لأن أنا دخلوني مستشفى ثاني، فعلى أساس كذي الكل قاعد يتحمد لي بالسلامة. خواتي يقولوا لي أنت مو تقول الصدري زين، ليش ما دخلت الصدري؟ فقلت لهم يعني مو حلوة أنا ومرضاي اللي سويت لهم العملية كلنا منومين بنفس الجناح، يعني أنا أروح أزورهم وهم يزوروني، ففضلت أن أدخل مستشفى ثاني غير مستشفى الأمراض الصدرية. والحمد لله أمورنا طيبة. How are you? Good. How's it going? You're with me? Yes. شنو شعوري؟ إنه شنو قاعد يسلمون علي؟ يعني شوف، هذا شيء طيب. يعني في النهاية كلنا إحنا إلا ذكرى في عقول زملائنا وأصدقائنا وأحبابنا. فأتمنى أن أنا أكون ذكرى طيبة، وتركت متى ما غبت، متى ما انتقلت مكان ثاني، تركت انطباع إيجابي وانطباع جيد على زملائي. وأحس أن أنا حققت هذا الموضوع، لأن يعني تقدر تشوف بوجوه الناس فعلا مشاعر صادقة وفرحة بعودتك للعمل مرة أخرى، وقومت الإنسان بالسلامة، فأشعر بالفرح. طولنا اليوم لأن الشباب اللي قاعد يأخذون الأوردة من الريل طولوا. أولاً تأخروا في أنهم يلقون الأوردة من الريل، ويوم اللي لقوها وجدوا أن هي الأوردة هذه وايد صغيرة. إذا الأوردة وايد صغيرة أو كان الكواليتي مالها سيء، هذا يأثر على النتيجة مالت العملية بصورة عاجلة وبالصورة أو بالوضع البعيد الأمد.
في النهاية تصير الزراعات معرضة أنها تسكر أسرع، يعرض المريض لخطورة أعلى، وأيضا ممكن أنه يعرضه للوفاة لأن الزراعات الجديدة ما قاعد تشتغل بالكفاءة. متى نحتاج نركب بطارية للقلب؟ الحالة الأولى إذا صار عندنا تباطؤ في ضربات القلب. البطارية الطبيعية أو منظم الضربات الطبيعي في عضلة القلب تلفان، فالقلب بدال ما ينبض خلينا نقول 60 إلى 70 بالدقيقة ينبض 30 20 ما ينبض نهائياً. هذا يحتاج إن إحنا نركب له منظم للضربات جديد. فشنو نسوي؟ نركب له بطارية أو منظم للضربات. في هذه الحالة حتى لو عضلة القلب ضعيفة البطارية ما راح تقوي العضلة. الحالة الثانية أو المثال الثاني اللي يستدعي تركيب بطارية هي إذا كانت عضلة القلب ضعيفة جدا، يكون المريض معرض لعدم انتظام قاتل. عدم الانتظام القاتل هذا شنو حله؟ صعقة كهربائية. فنركب صاعق كهربائي صغير يراقب ضربات القلب بصورة متواصلة، متى ما شاف ان المريض عنده عدم انتظام قاتل عطاه صعقة على اساس يرجع النبض الى وضع الطبيعي. ففي هذا المثال ايضا عضلة القلب ما تقوى اذا ركبنا لها بطارية. المثال الثالث والأخير اللي نركب له بطارية هي إذا كانت وايرات القلب تلفان. ففي النهاية القلب عادة لما ينبض ينبض بحركة انسيابية، فيبدأ من مكان تنتقل الكهرباء إلى المكان الآخر ثم إلى بعده واللي عقبه. فإحنا نضطر إن إحنا نركب وايرات عديدة داخل ثلاث أربع وايرات داخل عضلة القلب على أساس إن إحنا نبدي نبضة القلب في مكان، بعدين المكان الثاني أيضا نحفزه، بعدين المكان الثالث، فبالتالي نرجع طريقة نبض القلب إلى وضعه. في هذه الحالة أعراض المريض تقل ولكن أيضا عضلة القلب ما تصير قوية. فالاعتقاد السائد ما بين الناس أن تركيب بطارية للقلب يقوي العضلة اعتقاد خاطئ تماما. فالحين المساعد والدكتور قاعد يقول لي ان الشرائح او الاورده اللي موجوده بالريل صغيره جدا، وهذا شيء مو خوش خبر. خلاص بنبدا جاهزين الشباب. الحمد لله الله سهل، أخذ بإيدنا سوينا الزراعات اللي بغينا نسويها وبدلنا الصمام وعملنا الكي، وإن شاء الله خير إن شاء الله خير. الموسم الثاني بديناه بالمطار وهذا احنا ننهيه بالمطار ايضا. ان شاء الله استمتعتوا بالموسم الثاني ونشوفكم الموسم الجاي.